ترأس مساء أمس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقوسية قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقوسية بالعباسية بحضور مندوب عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والسفراء وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية. يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضضتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. ارحمنا الله يترف علينا. كل سنة وإخواننا المسيحيين وأحبابنا وأصدقائنا وأولادنا بخير، وإن شاء الله مصر كلها تبقى بخير بإذن الله، مسيحيين ومسلمين. أحب أقول للشعب المصري والإخوة المسيحيين كل سنة هم طيبين وربنا يديم المحبة ما بيننا. بقول لهم كل سنة وأنتم طيبين وربنا يدوم المحبة ويدوم الخير وبلدنا تبقى جميلة على طول وهادية، ونشتغل 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 ونبني بلدنا، وتحيا مصر وتحيا مصر وتحيا مصر. الطباوي المكرم البابا البطريرك الأنبا تواضروس الثاني وشركائه في الخدمة الرسولية أبائنا الأساقفة المجتمعين. البابا تواضروس الثاني أرسل رسالته الرعوية لأقباط المهجر والتي تم تسجيلها بالفيديو وترجمت لسبع لغات، هي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والأسبانية والصينية واليابانية، لتصل لكافة الكنائس والإبراشيات القبطية الموزعة على 62 دولة في المهجر، حيث هنأ البابا الأقباط معتبرا القيامة هي أساس الإيمان المسيحي. لهذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محمد. احتفال الأقباط بعيد القيامة المجيد يتم كل سنة بمشاركة كل المصريين على كل المستويات في الدولة المصرية، مما يؤكد على التآخي والترابط والتلاحم بين أطياف المجتمع المصري، ودليلا على صلابة النسيج المصري الواحد. كل عام وكل المصريين بخير. اهلا بحضراتكم، اولى لقاءاتنا في مصر جميله النهارده احتفالا بيوم القيامه المجيد. بينورنا من خلال هذه الفقره القومس دكتور تلميذ صادق. اهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا بيك. حضرتك بخير وصحه وسلام. وانت بخير ومصر جميله بيكم، وستظل مصر جميله يا رب. دايما مصر جميله بكل شعبها امين، وكل الناس اللي عايشه على ارضها وبتحبها ومستعده انها تضحي من اجلها. وبنرحب ايضا بالمرنمه جيهان سمير. اهلا بك معانا. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيبه وخير. حضرتك طيبه ومصر كلها طيبه. مصر يا رب دايما تكون طيبه. بوجودكم معانا النهارده المسيح قام، بالحقيقه قام. كل عام وحضراتكم بخير. ونعرف يعني مفهوم القيامه والمعاني اللي بتتجلى مع قيامه السيد المسيح. معنى القيامه حياه. معنى القيامه حياه، وحقيقه من غير قيامة مفيش حياة، فالحياة هي القيامة. أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. حتى يمكن القيامة دايما بترتبط بعيد الربيع، ولو ما كانتش حبة الحنطة تموت لا يمكن أبدا تأتي بثمر، لكن لو ماتت تأتي بثمر، وثمر كثير جدا. فبنشوف في فصل الخريف بنلاقي الموت، بنلاقي تساقط الزهور، لكن في فصل الربيع بنلاقي الأشجار بدأت تخضر وبدأت الورود بتاعتها تطلع وتزدهر، وده رمز للحياة. فالقيامة هي الحياة. صحيح، ويمكن هو مرتبط كمان بعيد الفصح أو الإيستر، يعني لانه برضه هو مرتبط بكده بفكره الحياه. يعني وحتى في شم النسيم بيبقى رمز شم النسيم البيضه، لانها هي اصل الحياه. يعني فعلا يمكن يعني البابا تواضروس بالامس اتكلم عن هذه المعاني الجميله
وفكره الامل انه يعني حتى برغم اسبوع الالام اللي عاشه السيد المسيح ومن معه في هذه الفتره وبرغم ما لقاه من عذابات، لكن في النهايه بالرجاء وبالايمان الشديد تغلب على كل ده، وبعد كده حصل الفرح في النهايه وحصل النهايه السعيده اللي انتهى بها العيد اللي هو عيد القيامه المجيد. الفكره دي جميله ان احنا نطبقها في حياتنا، ان مهما الانسان كان يائس هناك دائما امل، هناك دائما رجاء ممكن يخرجنا الى عالم اكثر اتساعا. هل ده برضو مفهوم يجب ترسيخه في العيد الجميل ده؟ طبعا حقيقه ده مفهوم رائع جدا، ان القيامه يعني من ألام المسيح له كل المجد لما تألم ويقول عنه لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. فبعد الألم اللي اتكلمت عنه حضرتك والعذاب، كل ده كان مكاني أنا علشان أعيش، علشان أنا يكون لي رجاء. إن كان لنا في هذه الحياة رجاء فقط في المسيح فإننا أشقى جميع الناس، ولكن المسيح قام وصار بكورة الراقدين. فده الأمل وده الرجاء اللي احنا بنعيش علشانه. اللي من خلال ألام المسيح نقدر نشارك الناس كمان في ألمه، ونقدر نحس بكل الناس المتألمين التعبانين، لأنه هو كان في حياته يقول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. فمن خلال قيامته حط جوانا رجاء، وحط جوانا الحب اللي هو بيمثل محبة الله اللي قال عنه المرنم، الحب ده من قلب الله شمس ودفى ونغم وحياة. فبالحب اللي اتحط جوايا ده أقدر أحس بكل إخواتي بدون تفرقة وبدون عنصرية، يعني أحب أخويا المسلم، أحب أخويا المسيحي، أحب حتى كل نوعيات البشر، حتى العابد للوثن لازم أحبه وأصلي من أجله علشان تتغير حياته ويوصله الحب اللي أعلنه المسيح في موته وقيامته. صحيح، ويمكن أعتقد بولس الرسول هو اللي قال المحبة لا تسقط أبدا. تمام. صحيح، فالمحبة لا تسقط أبدا ما بيننا وما بين بعض دايما بإذن الله. جيهان، أنت بحضرنا النهاردة ترنيمة بمناسبة العيد؟ أيوة، نشيد القيامة. جميل، نسمعه معاكي؟ أوكي، تفضلي. تحت الله كيتز اندزني مزز وين خارصة منه.
المسيح قام من بين الأموات وأعطي الموت بالموت ووهب الحياة للذين في ترميمة جميلة. عودة لحضراتكم مرة أخرى والقمص دكتور تلميذ صادق ومعاني العيد الجميلة عايزين نعيشها مع حضراتكم ونعيش بقى يعني التقاليد الموجودة في هذا العيد من حيث المأكل من حيث التجمع العائلي. كلمنا أكثر وقربنا من الأعياد وفرحتها عند حضراتكم. الأعياد دي حقيقة من أعظم الـ 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 الأحداث اللي بتحصل في حياتنا لأن الأعياد بتعمل تقارب بين الناس. يعني لما بقابلك بابتسامة، يعني النهاردة قابلوني إخواتي المسلمين حقيقة وأنا نازل من البيت وعيدوا عليا قالوا لي كل سنة وأنت طيب وأقول لهم أنتوا طيبين. فالأعياد القيامة دي بتعمل تقارب، أو الأعياد عامة بتعمل تقارب بين الناس، بنلاقي فيها المودة، بنلاقي فيها الحب، بنلاقي فيها العزومات المفتوحة، بنلاقي فيها الزيارات والافتقادات بين الناس. يمكن الأخ ما بيشوفش أخوه فترات طويلة أوي، لكن في العيد بيقدر يتصل بأخوه ويقول له كل سنة وانت طيب. فبنلاقي في تقارب بين الناس، بين كل الناس في الأعياد. وحقيقة عايز أقولها لبرنامج مصر جميلة النهاردة، مصر ستظل في أعياد مستمرة، مفيش حد يقدر يفصل بين الشعب المصري، لأن الشعب المصري لما بيعيد بيعيد كله معا. يمكن أنا في حقيقة في أعياد رمضان في أول يوم رمضان لازم أعيد بكل حبايبي وإخواتي المسلمين زي ما هم كمان بيعملوا معايا. يعني حقيقة بالأمس اتصل بي فضيلة الشيخ محمد، كان معايا في مصر الزراعية، في برنامج مصر الزراعية. قد إيه كانت بالنسبة لي مفاجأة حلوة، مفاجأة سعيدة، إن فالأعياد بتعمل تقارب بين الناس وبتقرب كل الأحبة من بعض. صحيح، ويعني فعلا هو ده مفهوم الأعياد، الجمع العائلي. العائلات أحيان كتير بتبقى بعيدة عن بعض، ما بتقدرش تتجمع، لكن بتتجمع كلها. بس المصريين بقى عندنا دايما الأعياد مرتبطة بالمأكولات كمان، يعني يبقى في مائدة كده عمالة يتجمع عليها المصريين وياكلوا مع بعض، سواء بقى الكحك العيد او يعني سواء اللحوم اللي يعني نتيجه للصيام حرمتوا منها لفتره طويله خلال الفتره اللي فاتت. تمام. جيهان بقى بتاكلي ايه في العيد؟ قولي لنا يعني طبيعه المأكولات اللي بتاكليها في العيد. نفتح المايك كده مع تاني معلش. لا هو يعني كحك العيد طبعا من ضمن مأكولات العيد، طبعا الكعك والبسكويت والبيتي فور والحاجات الحلوه والشوكولات. بس طبعا يعني انا بنصح حبايبي ما يكتروش عشان في الاخر هتبقى الوخيمه. يعني بيبقى برده في حاجات تانية طبعا بالنسبه للمأكولات اللي بتتعمل، لكن هو العيد كمان انا بالنسبه لي اكتر من ان هو اكل، هو بالرموز زي ما كنت حضرتك بتقولي ان هو عيد قيامه. ففي القيامه فرحه، في القيامة انتصار، صحيح. في القيامة رجاء. فالواحد بيبقى أكتر من إن هو بيتليه في الأكل، لا بيشوف المعاني الجميلة للعيد حقيقة يعني. وهي دي الفرحة. الفرحة إن إحنا بس مش عايشين للدنيا دي وخلاص، لا في رجاء، في قيامة. عشان كده يقول الكتاب إن المسيح قد قام وصار بكورة الراقدين، فادانا مثال إن في قيامة، إن إحنا كلنا هنقوم، مش إن كل اللي بيموت لا خلاص ودعناه ومع السلامة، لا أبدا، لكن في قيامة فعلا. الحياة دي بس حاجة كده عابرة، والحياة الآخرة هي الحياة الحقيقية اللي حنحيا فيها. يا رب نتمنى كلنا نعيش في سلام فيها. اسمحوا لنا نسمع مع بعض ترنيمة ثانية من فرقتنا، تفضلوا.
الحال اسمك يا يسوع نغم الأنغام حبك يا يسوع لحن الألحان اسمك يا يسوع نغم الأنغام حبك يا يسوع حالي شخص لي عطش الروح بينادي عليه ساكن فيه وساكن فيه رحلة حب تاخدني ليه واكتر حالي شخص لي عطش الروح بينادي عليه ساكن فيه وساكن مكاني وانسى زماني وانسى الكل وافكر فيه واسمع صوته بيملك كياني ده اللحن اللي انا عايش فيه انسى مكاني وانسى مكاني وانسى الكل وافكر فيه واسمع صوته بيملك شكرا. شكرا جزيلا فرقه ترانيم نغم السماء بقياده المرنم حاتم تلميذ. شكرا جزيلا ليكم وكل عام وانتم طيبين وبخير. وبشكر ضيوف الكرام كل سنه وانتم طيبين وكل سنه ومصر كلها بخير ودايما يا رب مصر في اعياد وفي سلام وفي محبه وتآخي لابد الابدين. امين يا رب. شكرا جزيلا القمص دكتور تلميذ صادق والمرنمه جهام سميه. شكرا وكل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيبه ومصر جميله بيكم وستظل جميلة يا رب دايما إن شاء الله. مصر جميلة بينا كلنا بإذن الله. بعد الفاصل هنلتقي من جديد ونروح بقى لكيفية استقبال العيد بالخروج والنزهة الجميلة اللي بتكون في حديقة الحيوان أحد المقاصد الرئيسية للمصريين في الأعياد. كيف استعدت الحديقة لاستقبال المصريين؟ ده اللي هنعرفه من خلال لقائنا القادم مع سيادة اللواء دكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان. فابقوا معنا إن شاء الله. الاحتفال بشم النسيم وما يصاحبه من مظاهر مثل تلوين البيض وأكل الفسيخ وغيرها من العادات هي احتفالية مصرية من الموروث الثقافي المصري منذ عهد الفراعنة. هقضي شم النسيم في اسكندرية في مسقط رأس. أنا من الأرياف في الأليوبية بإذن الله. شم النسيم هو أقدم عيد شعبي في الدنيا يفتخر به المصريون باعتباره عيد خاص بهم وبمصر بغض النظر عن عقائدهم الدينية. ثم انتقلت مظاهر كثيرة من احتفال المصريين بعيد شم النسيم لمناطق أخرى في العالم وحتى أوروبا. الاحتفال بشم النسيم عند المصريين هو مهرجان شعبي يبدأ مع طلوع الشمس ويقضيه المصريون في الحدائق وعلى شط النيل والأماكن الخضراء. كل عام وكل المصريين بخير.